بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقلنا إن معنى قضينا حكمنا حكما مؤكدا لا فكاك منه، لأن الذي قضى هو الله الذي لا يحتاج إلى بينة من أحد ولا يحتاج إلى قوة أخرى تنفذ حكمه، فكأن كل حيثيات الأمور موكولة إليه. يبقى إذا قال قضينا يبقى لا مفك منه، وتحمل معنى أعلمنا، لأنه قد يقضي ولا يعلم، ولكنه أعلمهم على لسان رسولهم، فأنما إليهم بواسطة الوحي إلى بني إسرائيل. إيه لا لا لتفسدن في الأرض؟ ساعة ما تشوف لتفسدن في الأرض كلام مؤكد كده باللام وإلى آخره، أعلم أن هناك قسم، ومعنى القسم إنه عايز جواب، فكأنه هنا بيقول إيه قسم دل عليه جوابه، أي ونفسي لتفسدن في الأرض مرتين، لأن القسم لا يكون إلا بمين؟ إلا بالله. أو أن مدام قضينا حكمنا حكما مؤكدا لا يستطيع أحد أن يفلت منه، يبقى في معنى القسم، يبقى برضو جواب لقضينا لأنها في معنى القسم، لأن القسم إنما يجيء للتأكيد، والتأكيد هنا في قوله قضينا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي في التوراة، مش في حاجة تانية، مش قايلين لهم الكلام ده في كتاب آخر، ده في التوراة لإيه اللي نزلت على نبيهم واللي هم محتفظين به. لا تفسدن في الأرض، ما هو الإفساد؟ الإفساد أن تعمد إلى الصالح في ذاته فتخرجه عن صلاحه. كل شيء في الكون مصنوع لغاية، فإذا تركت الشيء ليؤدي غايته يبقى أنت أبقيت الإصلاح، وإذا أخللت به يبقى يفقد إيه مهمته، يبقى أنت أفسد. يبقى الإفساد معناه إيه؟ إخراج الصالح عن صلاحه، أي عن الغاية التي خلق لها. الحق سبحانه وتعالى أعطانا مقومات الحياة، ومقومات الحياة سبقت وجودنا، مش خلقنا وبعدين خلق لنا السماء وبعدين خلق لنا الأرض ومش خلق لنا الشمس وخلق لنا عناصر الأرض اللي عم يجيب لنا الأكل وخلق لنا الهواء، لا، ده خلق الإنسان الخليفة وقد أعد له كل مقومات إيه؟ حياته. ومش مقومات حياته بس، وأعد له في كونه ما يستطيع بعقله وطاقته أن يزيد الصالح صلاحا. فعلى الأقل إن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحا فأبق الصالح على إيه؟ عندك البئر محفور وبيطلع مية، خليه كده ما تردموش، وإن شئت إنك أنت تزيد في صلاحه بمعنى إنك تبطنه ببناء عشان ما ينقلش، وتعمل له مثلا غطيان عشان الرمال ما تنزلش فيه، أو تعمل له مواسير وتجيب آلة ضخ وتطلعه في كده في صهاريج، علشان مش كل واحد يروح يعوز مية يروح للبير ويملي بالإرب أو بالصفائح توصلها له للبيت، يبقى أنت زدت الصالح إيه؟ زدت الصالح إيه؟ صلاحا. ولذلك الحق يقول: أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. أنشأكم من الأرض وجعل لكم فيها مقومات حياتكم. إن أحبيت إنك أنت تترف حياتك اعمل إيه بقى؟ فأعمل عقلك المخلوق لله، خلاص؟ ليفكر، والطاقة المخلوقة في أجهزتك لتعمل، في المادة المخلوقة لله في الكون. يبقى أنت مش هتجيب حاجة، أنت فقط هتفكر بالعقل اللي هو إيه؟ مخلوق لله، وتنفذ فكرك بالطاقة المخلوقة لمين؟ لله، وتتفاعل مع الأرض المخلوقة لله. إن أردت إنك أنت تسري إيه؟ تسري حياتك. إحنا مثلا تزرع قمح،
تزرع مقومات حياة. إنما أنا حبيت تعمل تفاح فكر بقى، حبيت تأكل فراولة فكر بقى، حبيت تأكل كنتالوب فكر بقى، أنت عندك حاجات كتير. يبقى إذن الإفساد معناه إخراج الصالح عن صلاحه، بمعنى إخراجه عن المهمة التي أكلت به. يبقى المطلوب منا أن نبقي الصالح على صلاحه أو أن نزيد الصالح صلاحا. الناس اللي فكروا عملنا سهريك في البيوت دولي زادوا الصالح صلاح، لأنهم جابوا لنا المياه في المواسير لحد البيوت بفكر ولا مش بفكر. خد الفكر منين؟ ده استنبط الفكر من ظواهر الكون، استنبط الفكر من ظواهر الكون، لأنه شاف لما السيل بينزل على الجبال، السيل نزل على الجبال، الجبال ما تحتفظش به، إنما تنزله للوديان الواطية الأول، ويتم يعلى يعلى في الواطي لحد ما يوصل لمين؟ للعالي. إذا من الممكن لما يوصل للعالي نبقى نقدر ننزله للواطي ولا لا؟ نقدر ننزله للواطي، بقى أفلحوا أب. قال أنشأكم من الأرض واستعمركم إيه؟ فيها. طيب من ضمن الإفساد إنك تعمل إيه؟ طب في الماديات معلوم. قال لك وفي المعنويات ربنا ينزل منهج، فالمنهج ده تكتمه او تحرف فيه او تخليه ما تحرفش فيه ولا تكتمه ولا حاجه، بس ما تنفذوش فعلا، يبقى ده افساد ولا مش افساد؟ وهم بقى هل افسدوا مرتين بنو اذا كانوا افسدوا مرتين بس في الكون يبقوا كويسين؟ والله يبقى لازم نقف هنا، لتفسدن في الارض مرتين، مع ان افسادهم ايه؟ أكثر من مرات. يبقى كلمة مرتين دي علشان إيه؟ قال لك لازم تلاحظ هنا إن العلماء قعدوا يشوفوا المرتين دول هم إيه؟ فين حتة المرتين دول في التاريخ؟ ففسروا المرتين على أنها أمور إيه؟ سبقت الإسلام. أمور سبقت الإسلام ما كانش يعني إنها تيجي في سورة الإسراء اللي ربطتهم بمين؟ في الإسلام. يبقى يبدو ان لا تفسدن في الارض مرتين اي فسادا وانتم في حضن الاسلام، لانه لما جه جاب سوره الاسراء وبعدين جاب قصه بني اسرائيل دل على ان الاسلام تعدى الى مناطق مقدساتهم، فاصبح بيت المقدس قبله والرسول اسري به من بين المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. يبقى دخل في حوزتنا ولا لا؟ ما دام دخل في حوزتنا يبقى الاسلام جاء مهيمنا ومهيمنا عليه، هو أنزل التوراة والإنجيل وبعدين أنزل القرآن مهيمن على إيه؟ وللناس إيه؟ كفة. يبقى لازم كان الأولى إننا نفسر الفساد، الفساد الذي يحدث إيه؟ في حضن الإسلام، إنما الفساد اللي قبل كده الإسلام إيه؟ ما لناش دعوة به. ليه؟ أما قال لك لأن الحق بقول إيه؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإن كان الفساد مطلقا يعني من قبل ما يجي الإسلام أفسدوا كتير، أفسدوا إيه؟ كتير، أكتر من إنهم جاوزنا ببني إسرائيل البحر وبعدين شافوا جماعة بيعبدوا عجل فقالوا له اجعل لنا إلها كما لهم إيه؟ آلهة. ده عملوا إفساد، ما قتلوش الأنبياء. وهل بعد هذا الإفساد ما حرفوش التوراة؟ والتوراة بتاعتهم حرفوها تحريفات متعددة، منها ما نسوه، كنهم نسيوه. طيب ما يبقاش لهم نسيوه. طب واللي ما نسيوه شيء خلوه على حاله؟ لا ما خلوش على حاله، كتموا بعضه. يبقى نسوا حظا مما ذكروا ايه به، ادي النسيان. طب يبقوا معذورين نسيوه. طب واللي ما نسيوه شيء عملوا فيه ايه؟ يكتمون ما انزل الله. طب واللي ما كتموهش سابوه على حاله ولا حرفوه؟ يحرفون الكلمه عن ايه؟ طب هل اقتصروا على هذا نسيان وكتمان وتحريفا لغير مكتوب؟ لا، ده جابوا حاجه من عندهم تانيه وقالوا هي من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا ايه؟ يبقى ده إفساد، ده إفساد في ذات المنهج. وقتل الأنبياء، الأنبياء اللي هم جايين مسل تكوينية وأسوة سلوكية بيقتلوهم، يبقى ده أكثر من ده بالفساد. تقوم تقول لي الفساد إن يجي يغلبهم باختنصر ولا يغلبهم حتة طالوت وجالوت وبتاع؟
ده عندهم فساد اكتر من كده، فساد اكتر من كده. يبقى اذا الفساد الذي جاء، لان بعضهم يقول لك ايه، اقرا قول الله سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم بعثنا ايه ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، انتوا اللي طلبتوا، وما دام هم اللي طلبوا يبقى معقول انهم ينفذوا، مش احنا اللي جبنا لهم الحكم، ده هم اللي طلبوا. قال لهم يقول لهم: فهل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وايه وابنائنا. هم بيقولوا على ذي المره. وبعدين جت قصه طالوت وقصه ايه وجالوت ومش على الله. وبعدين ده الفساد الاول، والفساد الثاني بعد دولتهم ما بقت قويه وبقت واخد الشمال والجنوب، جه مثلا بخت نصر وعمل فيهم، يبقى ده الفساد الثاني. نقول له: انت فهمت هذا الفهم على ان الفساد سابق للاسلام، الفسادين سابقين للايه؟ للاسلام. لا، ده الاهم من ده ان الفسادين يكونوا في الايه؟ يكونوا في الاسلام. ولذلك ناخذ ربط القصه بسوره مين؟ بسوره الاسراء. ازاي؟ قال لك الإسلام حينما جاء كان يستشهد بأهل الكتاب على صدق محمد، ونفس أهل الكتاب كانوا يستفتحون به على الذين إيه كفر. لما يجوا الكافرين والمشركين ويجادلوا أهل الكتاب اللي في المدينة يقول لهم: لا، لقد أطل زمان نبي يأتي فنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. إذن هم اللي بيستفتحوا، هم اللي بإيه يستفتحوا. ولذلك ربنا بيقول له إن بينكروا عليك: إن الله يشهد ومن عنده علم الكتاب. عنده علم الكتاب، عارف إنك صادق وعنك أنت جاي وعلمتك كذا وعلمتك كذا وعلمتك كذا، بدليل أن الصادقين منهم آمنوا بمحمد وقعدوا يقولوا: لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. ساعة ما شافوا، لأنه موصوف يعرفونه كما يعرفون إيه أبناءهم. واحد منهم يقول: لا، أنا عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. يمكن أنا بقول على ده ابني وهو مش ابني، إنما أنا عارف مين الله. إذن كانوا يستفتحون بها على الذين كفروا، أو كانوا مستشرفين إن حيجي نبي، يبقى عندهم مقدمات ولا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طيب لما كفروا به، ماذا كان موقف رسول الله منهم حينما ذهب إلى المدينة عمل معهم الايه المعاهدة، وإنهم يتعايشون معهم وكذا وكذا، ووفى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما وفوا. فلما غدروهم واعتدوا على حرمات المسلمين وأعراضهم، النبي عليه الصلاة والسلام جاس خلال ديارهم وجلاهم وقتل وعمل وجلاهم عن الايه. يبقى اذا الفساد الاول يجب ان يكون في حكم الاسلام، وهو انهم لم يحترموا عهودهم مع الرسول الذي كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، ويعرفوا انه اياته وعلاماته عندهم، ومع ذلك لما ما امنوش به الرسول عايشهم في المدينة وعمل بينه وبينهم المعاهدة ووفى لهم ما وفوا. وبعدين لما خالفوا العهد في بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة وخيبر وكل حاجة وجلاهم وجاس خلال ايه، يبقى دي هي الايه، هي المرة الاولى. واللي نص القرآن يدينا يسعفنا فيه ايه، بل وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما، طب ده انت ما تقولش اذا الا اذا كان الامر لسه ما جاش، ما تقول اذا جاءك فلان فاكرمه مثلا، يبقى هو جه ولا ما جاش. فلو ان المساله دي كانت قبل البعثه وقبل القران وقبل، يقول لك فاذا جاء وقت، طب ده جه وانتهى قبل ما يجي الاسلام، كانت جت بتاعه قصه جالوت وطالوت والحكايه اللي انتوا بتقولوها دي وقصه بخت نصر وكل ده كانت قبل مين. لكن النص يقول ايه، فاذا جاء وعده، والوعد لا يكون بشيء مضى وانما يكون بشيء مستقبل.
يبقى اذا لازم تاخد القصه على انها في حضن الاسلام. يبقى الفساد اللي بيقول عليه مرتين يبقى فسادهم في حضن مين؟ الاسلام. بدليل فاذا واذا لا تقال الا لشيء لم يات بعد. ولسه حي. وكلمه وعد لا تكون لشيء جاء وانما تخبر بشيء سياتي. فاذا جاء وعده لهما بعثنا عليكم عبادا لنا. طب لما يكون جالوت وطالوت والكفر وقالوا ما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، وبعدين قالوا كتب عليهم القتال وحصل ما حصل، وبعدين فقتل ايه داوود ايه طالوت ايه جالوت، تبقى جالوت تسميه عبادا لنا؟ ده كافر، ده ايه ده كافر. وربنا بعثنا عليكم عبادا ايه لنا. كلمة عباد دي بقى هذه اللي العلماء وقفوا فيها وقعدوا ايه واحد يقول ايه يا اخي ما هي عباد زي عبيد تمام تطلق على المؤمن وعلى الايه وعلى الكافر خلاص. ويجيب دليل يستدل بالقرآن على كلامه. نقول له طب ما هو الدليل كده؟ هنقول ايه؟ قال الحق سبحانه وتعالى بيحكي القصة بتاعت سيدنا عيسى في يوم القيامة. يقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني؟ مش دي يوم القيامة؟ هيرد سيدنا عيسى يقول ايه؟ تنزيها لك، إنني أقول ما ليس لي به علم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وعلى كل حال إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم. الدليل بقى بتاعهم إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم إيه فإنهم إيه. يبقى أطلق كلمة عباد على مين؟ على الكافرين. يبقى ده اللي بيقول ما تقولش ان العباد ما تطلقش على الكافرين. يبقى ده بقى برضه نقول طالوت وجالوت مع انهم كفر وبختنصر وان كان كافر يبقوا عباد الله برضه سلطوا عليه. وهو بيقول بعثنا عليكم عبادا لنا فتطلق عباد على الكافر بدليل هذه الايه. ادي واحده. وبرضه جابوا ايه ثانيه. ما هو اللي بيجد اللي بده يقول حاجه بده ايه؟ يدعبس على حجته فيه. فجاب الحجه في مساله عيسى. حجه ثانيه لما يوم القيامة برضه هيجيب الشركاء اللي كان الناس متخذينهم يقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ أأنتم إيه؟ تبقى العباد دول ضالين ولا مش ضالين؟ يبقى أطلقت كلمة عباد على مين؟ على الكفر. يبقى بعثنا عليكم عبادا لنا مش ضروري يكونوا مؤمنين بقى. يبقوا كافرين. ويريد الله أن ينتقم منهم ويسلط عليهم إيه؟ ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن ينتقم من ظالم يجيب له ظالم ألعن منه. وكذلك نولي بعض الظالمين إيه؟ بعض. يقول له طيب أنت استشهدت على أن كلمة عباد تطلق على مين؟ على الكافر. وجبت لها دليلين من الإيه؟ من القرآن. أنا حجيب أدلة مقابلة. ازاي؟ قال ايه؟ وعباد الرحمن. من هم عباد الرحمن؟ الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه. وقعد بقى يجيب ايه الاوصاف بتاع المؤمنين الكويسين دول اللي اسمهم عباد الايه؟ عباد الرحمن. وبرضه في النقاش اللي عمله ابليس قال له ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. يبقى عبادي هم من بقى؟ المؤمنين. يبقى وعباد الرحمن ادي دليل ايه؟ ونفس قد يقول الله ذلك انما ابليس يقر لأغوينهم اجمعين الا عبادك. يبقى انت جبت دليلين واحنا جبنا دليلين. انت قلت عباد تطلق على الكافر وجبت الدليلين واحنا جبنا دليلين على انها ما تطلقش الا على مين؟ على المؤمنين. عايزين نحل الاشكال ده بقى. ادي الاشكال اللي العلماء حاصروا فيه وقعد ده يقول كلام وده يقول كلام وده يقول كلام والمعركه ما انتهتش على
نقول له كلمة عباد جمع وعبيد جمع والمفرد بتاعهم واحد عبد، بس مرة يطلق على عبيد ومرة يطلق عباد، ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك لو نظرت الى الكون كله مؤمنه وكافره لوجدت ان وان كان العباد ده لهم كلهم لهم اختيارات في اشياء فهم مقهورون في اشياء. يبقى الكل عبيد وان كان لك اختيار في حاجه انما مقهور في اشياء كثيره تستوي فيها انت ومين، والكافر كله. يبقى من هذه الناحيه، ولذلك احنا بنقول للكافر اللي عنده اختيار ده، اللي عنده اختيار يقول له انت تعودت ان تتمرد على اوامر الله، نقول لك امن تكفر كده. يبقى انت لك عاده على انك انت تتمرد على مين، انت تمردت على الاوامر ان ايه ده الاوامر التكليفيه اللي فرع ان لك اختيار، انما هل تمردت على الشيء الذي لا اختيار لك فيه؟ هل اراد الله ان يمرضك فقلت لا مانيش مرضان زي مانيش مؤمن؟ هل اراد ان يفقرك فقلت له لا ما اقدرش؟ يميتك تقول له لا؟ طب ما انت متعود التمرد على الاوامر، طب اشمعنى الحاجات اللي بتجري عليك دي ما تتمردش عليه؟ يقول لك اذا انت فيك قسم عبد عبيد، ما تقدرش لا تروح هنا ولا تيجي هنا، وان كان لك اختيار تبقى في الامور التكليفيه. بالاختيار ده مين اللي خلقه لك؟ الله. يبقى هل اذا كفرت قهرا على الله ولا بما خلق الله لك فيه من اختيار؟ اذا كفرك ليس قهرا على الله، لانه هو اللي خلق فيك الاختيار، وكان يغرق ما يخليكش ايه ربنا لو شاء لجعل الناس ايه أمة واحدة لهداكم اجمعين. يبقى كفروا من باطن ايه؟ من باطن ما خلق الله له فيهم من اختيار. طب واللي ما خلقش لهم فيه اختيار، الاشياء اللي ما يقدروش يتمردوا عليها، هم عبيد ولا لا؟ يبقى اذا كل الخلق عبيد فيما لا اختيار لهم فيه. وبعدين ينقسم قسمين، عبيد يفضلوا عبيد ولا هم مش عباد، وعبيد يبقوا عباد. ازاي؟ الشيء اللي ربنا جعل لك فيه اختيار، هو جعل لك فيه اختيار يقدرك على الفعل ومقابله، ولكنه يأمرك تكليفا بالمقابل. خلقك صالحا لأن تؤمن وأن تكفر، إنما طلب منك أن إيه؟ الحته بتاع منطقه الاختيار دي، العباد بقى اللي مؤمنين بالله يقولوا يا رب احنا ملناش اختيار، اللي تقول لنا عليه عن ايه؟ ننفذه زي مساله القهر تمام. يبقى بقينا عباد. يبقى عباد هو الذي يسلم اوامره كلها لله في منطقه اختياره، ويقول له يا رب اللي انت تقوله هنفذه، يا ما اجعلني مقهور ماليش اراده. يبقى دول اسمهم ايه؟ يبقى معنى العباد هم الذين تنازلوا عن اختيارهم في المباحات الاشياء المباحه، وقالوا لا انت خلقتنا مختارين نصدق ونكتب مش كده، ونشرب خمر ولا نشربش، انما احنا هننفذ اللي انت مراد به كما لو كنت خلقتنا مقهورين على ذلك. يبقى كلمه عباد بقى لمن بقى؟ عباد تطلق على من تنازل عن منطقه الاختيار وجعل مراد الله فوق اختياره، وقال له ما دام انت قلت بيدي يا رب انا هتنازل عن اختياري، وابقى عبد في القهريات وعباد في الاختياريات. هم فقدوا ايه؟ بقوا عبيد هم الكفار، انما مش ايه؟ لانهم استعملوا اختيار يؤمن ولا يكفر الحكر، يشرب خمر ولا ما يشربش الحشر، يشرق ولا ما يشرقش الحسره، يبقى نفذ اختياره ولا لا؟ انما المؤمن عمل ايه؟ نفذ ما له في اختيار كمراد الله، فكانه ايه؟ كانه مستسلم اللي يقوله ربنا يمشي، كانه يعني ما فيش له اختيار ابدا. منع اختياره في مراد مين؟ في مراد ربه. تقول له طب امال هتحل ايدك ازاي دي بقى؟ قال لك لازم تفهم ان منطقه الاختيار تنشا في دار التكليف.
يعني في الدنيا، هم مش عباد في الدنيا لانهم تمردوا واختاروا غير مراد الله، لكن اللي اختار مراد الله يبقى ده عباد خلاص، ودوكم ما اختاروش مراد الله يبقى مش عباد، انما عبيد ولا مش عبيد؟ خرجوا عن مرادات الله في القهريات، ما خرجوش، خرجوا عن مراده في ايه؟ في الاختياريات، يبقى هم مش عباد وانما ايه؟ عبيد. طب فاذا جاءت الاخره، هل الانسان اختيار هناك ولا هو مقهور؟ يبقى الكل عباد في الاخره وليس الكل عباد في الدنيا، لانهم قالوا ايه؟ ان تعذبهم فانهم عباد، يعني لم يعد لهم اختيار يتمردون فيه، فاستووا مع المؤمنين في انهم هم ما لهمش اختيار مع مرادات المين. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول عبادي، اي الذين تنازلوا عن ايه؟ عن اختياري، وشافوا انا لي اختيار، انما ربنا عايز مني ايه؟ عايز مني انفذه، زي ما يكون في القهريات تمام. لكن الكافر عمل ايه؟ ما قدرش يخرج عن عبيد، انما خرج عن مين؟ عن عباد، وخد اختياره ونفذه في غير الايه؟ في غير المطلوب. لكن في الاخره لما ربنا انتم اضللتم عبادي، بقيتوا عبادي دلوقتي، يعني ايه بقيتوا عبادي؟ مالكش اختيار هنا في حاجه ابدا، كان لكم اختيار فين؟ في الدنيا، وانتهت المساله دي. يبقى انحلت ولا ما انحلتش؟ يبقى انحلت. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. العلو التجبر الطغيان التعاظم مش عارف ايه، لان الانسان ما يطغاش الا اذا كان فاهم نفسه اعلى من المطغي عليه، ما يظلمش الا اذا كان فاهم انه. ولتعلن علوا ايه؟ علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما يعني الافساد الاول، بعثنا عليكم عبادا لنا، الافساد الاول اللي احنا هنقوله في حضن الاسلام بقى، في حضن مين؟ ما دام قال اذا جاء يبقى كان لسه ما ايه؟ كان لسه ما جاش. كويس كده، كان لسه ما جاش، يبقى اذا جاء في حضن الاسلام، لما تمردوا على العهود ماذا صنع رسول الله به؟ جاس خلال ديار وطردهم وقتل اللي قتلوا سباهم وخد اموالهم ومش عارف ايه وطردهم الى الشام الله اهي. فاذا جاء وعده بعثنا عليكم عبادا لنا، يبقى كلام صادق ولا لا؟ عبادا ايه؟ لنا. قولي ايه؟ قولي بأس شديد. ليه؟ لانهم ما عملوش العملية دي الا وهم اقوياء في المدينة، ما عملوهاش وهم ضعاف فيه، وهم ضعاف في مكة. قولي بأس ايه؟ شديد. فجاسوا خلال الديار، جاسوا جاسة طلب باستقصاء واهتمام، طلب باستقصاء، والخلال هي البين بين الشيئين، خلالهم يعني ايه؟ بين الشيئين، يبقى فيه ايه؟ الخلال دي اللي بينه. ولذلك احنا بنسمي البتاع اللي بنسلك بسناننا ايه؟ خلال، يعني ايه؟ بتيجي بين الايه؟ بين الاسنان خلاص. طب وبنسمي الصديق الحميم ايه؟ خليل، يعني كأنه تخلل جسمك وتخلل ايه؟ وتخلل ايه؟ وتخلل ذاتك كده، داخل وياك كده. يبقى اذا الخلال هي البينيات بين الاشياء، جاسوا خلالها يعني ايه؟ يعني طلبوا ما فيها باستقصاء، وادخلوا عليهم هنا وادخلوا عليهم هنا وادخلوا عليهم. انت عارف الاصطلاح ده بتاع جاسوا خلال الديار دي هو ايه الاصطلاح الحديث بتاعه؟ افتكروا كده، لما رجال الامن يكون بقى جماعه مجرمين ومنتشرين في مكان ومتسللين في حته، يقول لك مشطوه. مشى في المنطقه يعني ايه؟ مشطها يعني عمل زي المشط، المشط اللي بيتخلل مين؟ بين الشعر، ويستقصي، قد يتخلل وهو سطحي، وقد يتخلل يقحط عشان حتى اللي لازق جوه ايه؟ يطلعه. يبقى جاسوا خلال الديار ايه؟ تتبعوهم تتبعا بحيث لا يخفى احد عليهم ابدا. وده اللي حدث في مين؟ وده اللي حدث وهم في الايه؟ في المدينه، في بني قينقاع، وفي بني قريظه، وفي بني ايه؟ النضير، وبني ايه؟ وفي مدينه ايه؟
طيب يبقى إذن الإفساد الأول على هذا مش اللي حدث قبل الإسلام، لا اللي هو حدث في خلال الإسلام. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا، وشوف آثر كلمة بعثنا، والبعث ده يبقى إيه؟ بعث الرحبة، البعثة. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا موجود. فإذا جاء وعده وكان وعدا إيه؟ مفعولا. اوعى تفتكر انه كأي وعد من الممكن أن يوفى به ومن الممكن أن لا يوفى به. ليه؟ لأن الإنسان إذا وعد وعدا، ألقاك غدا في مكان كذا لنتكلم في كذا ومش عارف إيه، دوع هنا عايز عناصر أن يكون لي قدرة على بقاء طاقة الإنفاس، إنما يمكن بكرة أمرض ما أقدر شاكل، يمكن يتغير رأيي ولا جيش، يمكن ما أوفيش بالوعد. إنما إذا كان الوعد ممن يقدر على إنفاذ ما وعد به يبقى يحصل ولا ما يحصلش؟ الوعد اللي ما نقدرش به اللي وعده ما يقدرش ينفذ. إنما إذا كان الوعد من الله، يجي واحد يقول طيب وهو ده يبقى وعد بقى، فجاسوا خلال الديار وأولي بأس شديد، يبقى ده وعد. ده الوعد عادة يطلق على الإيه؟ الخير، والوعيد يطلق على الشر. قال لك لا، الوعيد يطلق على الشر والوعد يطلق على الخير وعلى الشر. فقد يكون الشيء في ظاهره شر إنما هو في باطنه إيه؟ خير. يبقى فإذا جاء، ولما ربنا يأدب جماعة لأنهم انحرفوا إن فسروا هذا التأديب بأنه شر، هو بالنسبة لهم إيه؟ خير. الولد اللي ما ذاكرش وتجيبه وتقعد تنهره وتتركبه علشان ما ذاكرش، صحيح انت عملت فيه حاجة تتعبه، انما هي خير له ولا لا؟ فاذا كانوا هم يستفيدوا من المحنة كان يبقى بالنسبة لهم ايه؟ خير. اذا عقوبة الانسان لمن يحبه على شيء مخالف يبقى هو في ظاهره ايلام له، يبقى وعيد. انما لو نظرت اليه في انه بده يعدله يبقى خير ولا مش خير؟ يبقى خير. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا، كلمة عليكم تفيد الإيه؟ العلو والسيطرة. بعثنا عليكم عبادا لنا ولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، يعني ما فيش حد غير يتسرب إيه؟ منه. أيوه مشطوه. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ليه وعد مفعول؟ لأنه وعد من قادر على الإنفاذ، ولا توجد قوة تحول بين مجيء ما وعد به وبين فحقه. طب هيفضلوا كده؟ قال لك ساعة أوهيم اتأدبوا بقى، فسدوا متأدبوا، يقوموا يعملوا إيه بقى؟ لما تقدموا ابتدأوا بقى يشوفوا كده وبتاع، ابتدأوا يبصوا لنفسهم ويشوفوا إيه خلفوا، إيه عملوا إيه، فينعدوا شوية. أما ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يبقى في عبادا لنا وجاسوا خلال الإيه؟ الضياع، وكان وعدا مفعول. أظل الأمر كذلك؟ لا. أنتم يا بني إسرائيل حنرد لكم الكرة عليكم. طب ردوا عليهم يبقى إيه؟ قال لك لازم تنصلوا من عبادا لنا. الله الله. هم انتصروا وجاسوا خلال الديار لأنهم مين؟ عبادا لنا. فإن تخلوا عن عباد لنا نخليكم انتم بقى تشوفون وشغلكم وياهم، عشان يعرفوا أنهم إن تخلوا عن منهج ربهم وعن كونهم عباد لله يبقى اللي غلبوه بالأمس هو اللي غلب. شوف التعذيب بقى. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعد مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. يقول لك الكر والفر في المعارك عادة الفارس من دول يفر شوية كده وبعدين إيه يقبل، زي ما يقول لك بيسبق له، يفر وبعدين إيه يكر عليه، يكر يعني يأتي بالدور الإيه المقابل، الفر يسيب، إنما الكر. ثم رددنا لكم الكرة عليه، يعني معناها نصرناكم
عليهم ولا ما نصرناكم شيء؟ طب ونصرناكم عليهم ليه؟ لازم انتوا حصل منكم شبه ايه؟ استقامة على المنهج، او على الاقل هم فاتوا المنهج بتاع عبادة لنا، يوم ربنا يسلط عليهم الايه؟ يسلط عليهم ده. لكن ايظل الامر كذلك؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين أغلبية وهيصة وجعلناكم أكثر نفيرا. أكثر نفيرا يعني ما هو النفير؟ النفير هو من يستنفره الإنسان لينصره. يبقى هم عندهم أموال وعندهم بنين، إنما ما يكفيش إنهم تكون لهم كرة، يبقى لازم ينفر حد عشان يعمل لهم إيه؟ عشان يديلهم الكرم. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر إيه؟ نفيرا. طيب نشوف احنا بقى واقع الإسلام معنا من أول الإسلام ما جه، ما هي المعارك التي حدثت بيننا وبين اليهود من بعد معارك المدينة وجاسوا خلال الديار وطلعوهم من لاش بهم إيه؟ إلا لما بقوا يعملوا لهم وطن ايه؟ وطن قوي، وجم بقى باموالهم وبنينهم والناس والدول القويه اللي ايه؟ اللي وياهم، والوعد بالفور وحطوهم هنا ومش عارف العمليه. يبقى ده النفير اللي ساعدهم، واموالهم اصحاب دنيا المال ولا لا؟ على الاول. طيب وامددناكم باموال وبنين، بنيهم كلهم يعلموهم ويثقفوهم ويخلوهم مش عارف ايه، والدول الباغية على الإسلام تعاونهم وتساعدهم، ولذلك لم يحصل معركة بينهم وبين المسلمين إلا في هذا الإيه؟ بعد معركة إيه؟ بعد معركة المدينة. شوف المدة الطويلة دي، ولذلك جاءت الحكمة بثم. ثم ثم دي تدل على إيه؟ على التراخي مش فا، لأن الفي حرف عطف يدل على إن دي بعدها على طول، لكن ثم تدل على إن فيه إيه؟ فيه فترة. ولذلك الحق يقول ايه؟ اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. يبقى فيه فترة ولا لا؟ يبقى كلمة ثم دلت على الايه؟ هو الزمنية بين المرة الاولى. وصحيح بعد معاركنا وياهم في المدينة انتهت علاقتنا بهم، ما حصلش بيننا وبينهم حاجة الا بعد ما جه بالفور وادالهم الوعد بانشاء الوطن الايه؟ القوم، وامريكا قعدوا بقى يدلهم ويعملوا لهم لحد ما عملوا ايه؟ فين؟ وبعد ذلك انتصروا علينا. يبقى الكره جت لهم ولا ما جت لهمش؟ جت لهم. نتيجه ايه؟ ان احنا انحلينا شويه عن عبادا لنا. منهج ربنا كان مسيطر وكان مش، وبعدين خدنا القوانين الوضعيه وكل دوله بقى حكمت مش عارف ايه وحكمت ايه، وجم هم ربنا انتهت في هذه الفرصه وعملوا فيه. يبقى احنا الان في دور ايه بقى؟ اي دور نحن الان في ناحيته؟ احنا في الكره لهم. خلاص، ان اردنا ان تيجي المره الثانيه ليسوء وجوهكم نرجع نبقى عبادا لنا، نرجع نبقى عبادا ايه؟ عبادا لنا. ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال، صحيح الكلام ده الان ولا مش صحيح؟ وبنين، صحيح ولا مش صحيح؟ وجعلناكم اكثر نفيرا، من اللي بيساعدهم؟ اللي بيساعدهم اكثر من اللي بيساعدونا ولا لا؟ وبعدين قال ان احسنتم بقى احسنتم لانفسكم، ادنتم بقيتوا اهو، ان اساتم فلها. لكن قوله ان احسنتم يدل على انهم في شك ان يحسنوا. يعني بقول ما تتغرب، اوعوا يهمكوا الحكايه دي، لان بنقول احنا مش هنظلم. ليه؟ لان لما كانوا عبادا لنا جاسوا خلال دياركم، ولما انحلوا عن العباد لنا عملنا فيهم ايه؟ غلبناكم عليهم، جبناكم وخلاكم تعبوا. خلاص، فان انتوا احسنتم يبقى احسنتم، لا وان اساتم فلا. طيب هل تزل الكرمة لهم كده وخلاص وتنتهي؟ قال لا، فإذا جاء وعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة هيفسدهم. قال تفسدوننا في الأرض إيه؟
المرة الأولى نقضوا العهود في المدينة، فرسول الله بصحابته جاسوا خلال الايه الديار ونحوهم وانتصروا عليهم والى اخره. وبعدين جت الكرة لاننا تنحينا عن مين؟ عن عبادا لنا خلاص. وبعدين قال ان احسنتم احسن، ده سنن كونية، اللي يحسن نحسن اليه واللي يسعنش اليه. طب اذا كان هيحسنوا ما كانش تيجي وعد الاخرة؟ يبقى فاذا جاء وعد الاخرة دل على انهم لن ايه؟ لن يحسنوا خلاص كده. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوقوا وجوهكم، يبقى دليل على أننا سنتنبه ويبقى عندنا يقظة ونعود إلى عباد لنا. ساعة ما نعود إلى عباد لنا نعمل إيه؟ نسوق وجوههم. مش معنى وجوههم، قال لك لأن الوجه ده هو السمة المعبرة عن نوازع النفس الإنسانية. ساعة ما تقابل واحد ان كان مشرك كده تقول ايه النهارده مبشرك كده مالك ايه، وان كان مثلا حاجه على تقول مالك مش عارف ايه شيء الله. يبقى الوجه ده هو الايه معنى ليسوق وجوهكم، ليسوق اشرف شيء فيكم وتبدو الانفعالات السوء على ايه على وجوه. وكم شبات وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره. لو انت قعدت تفتش في العباره القرانيه اسم المرة الأولى ما حصل شيء دخول مسجد، لأن عمر حينما جاء ودخل هناك لم يكن المسجد الأقصى تبع اليهود، ده كان تبع الرومان. فدخول عمر للمسجد ما كانش إساءة لمين؟ لليهود، لأن المسجد كان تبع مين أيام هي؟ كان تبع للرومان. لكن المره دي بيقول وليدخلوا المسجد، يبقى كان المسجد هيبقى تبعكم. من ضمن الاساءه ان هيدخلوا الايه المسجد كما دخلوه اول مره. طب ما قلتش ليه دخلوه اول مره عليهم؟ قال لك لا، لان الدخول اول مره في عهد عمر لم يكن المسجد تابعا لمين؟ لليهود. فدخوله لم يكن اساءه لهم، انما كان اساءه لمين؟ للمسيحية، إنما اليهود ده. لكن ليدخلوا المسجد النهارده يجيبها في المرة الثانية دليل على أن إيه؟ على أن المسجد هيبقى تبعكم. وزن وليدخلوا المسجد لا يمكن أن يقال يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إلا إذا كان بين الدخولين فاصل خروج، وإلا لو كنا فاضلين زي أيام عمر ما يقالش ليدخلوا المسجد، إحنا كنا هنبقى فيه. ما دام قال وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره يدل على اننا خرجنا. اذا فخروجنا الان من المسجد الاقصى تصديق لنبوءه القران ولوعد القران، وليقول لنا ان اردتم انكم تفضلوا على هذا فعليكم ان تعودوا عبادا لنا. فاذا جاء وعد الاخره يعني المره الايه الاخره ليسوءوا وجوهكم، وكلمة الآخرة تدل على إن دي هي المرة اللي مش هتتكرر. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. كان القياس في الأسلوب وليتبروا ما علوتم، يعني يبقى أولا يدل على أنه فيه فترة يبنون فيها ويصنعون كذا وكذا، وإلا هنتبر إيه؟ ده بيقول علشان هنتبر ما علوا، يعني هيعملوا حاجات إيه؟ حاجات كتيرة قوي. تبقى إذن قول الله وليتبروا ما علوا تتبيرا دل على أن فيه فترة يبنوا فيها ويعملوا فيها أشياء اللي بيعملوها، الإصلاحات اللي بيعملوها دلوقتي كلها دي خلاص. ولم يقل وليتبروا ما علوتم، دليل على ان ما علوا مش هم بس، اللي وراهم هم اللي بيعملوا، اللي وراهم هم اللي ايه هم اللي بيعملوا، والا لو كانوا هم بذاتهم بذاتهم ما لهمش قيامه، انما بغيرهم. ولذلك لما تيجي تقرا القران يقول لك الله ضرب عليهم الذله، مش ممكن ابدا ما يكونوش اذلاء الا اذا كانوا في حبل من الله بعهد من رسوله أو بحبل من الناس أو يعيشوا في حضن جماعة أقوياء، إنما بذاتهم ليه؟ ضربت عليهم الإيه؟
الزلة أينما سقفي إلا بمين؟ بحبل من الله، بعهد يعيشون في ظله كما عاشوا في ظلال عهد رسول الله لهم أيام ذهب إلى الإيه؟ إلى المدينة. أو من الناس الأقوياء أن هم يدفعوا إيه؟ يدفعوا عنه. وإلى لقاء الآخر.